تحية لكم مشاهدينا متابعي قناة أوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة من برنامج تكنوسكوب الهيدا الأسبوع. طبعا دائما وأبدا عم نشوف التطور السريع والهائل بعلوم التكنولوجيا، تقنيات مرعبة وسريعة عم نشوفها كل يوم، عم بيكون في تطور جديد وفي ثورة جديدة. طبعا كل هيدون القصص، كل هيدي التقنيات الجديدة، كل هيدا الانتشار الواسع لهيدي التقنيات وهيدي التطبيقات عم بيخلف وراءه العديد من المشاكل اللي لازم نواجهها ولازم نلاقي لها حلول. طبعا انتشار تقنيات انترنت الاشياء، التحكم بالبيوت، التحكم بالمصانع، بالمحامل، التحكم عن بعد، IoT او مثل ما ذكرت انترنت اوف ثينج، انترنت الاشياء، عم ينتشر بشكل كثير كبير وعم يستفادوا منه كثير الاشخاص طبعا. ولكن دائما وابدا مثل ما ذكرت عم نسمع عن هجوم سيبراني، عم نسمع عن مشاكل عم يتعرض لها الانترنت بشكل عام، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على مستوى الحكومات، الأنظمة الحكومية، المؤسسات التعليمية وغيرها. وكثير سمعنا بمصطلح الأمن السيبراني مؤخرا. طبعا كل هيدي المشاكل لابد من حلول لحتى تكون هيدي التقنية، خلينا نقول ان هي من دون أي مخاطر. للحديث عن إحدى وسائل الحماية وحماية البيانات، في عنا مشروع دائما الشباب السوري دائما بحب عيدة لهذه المقدمة. الشباب السوري دائما بالرغم من كل الظروف اللي نحن عم نعاني منها، إلا أنه نحن عم بيحاولوا يكونوا أول بأول مع كل التقنيات الموجودة، ويحاولوا يقدموا شيء ويكون لهم بصمة بمجال التكنولوجيا. مشروعنا لهيدا اليوم هو حماية البيانات اللي ممكن تصير نتيجة الاختراقات اللي ممكن تصير على IoT. تفاصيل هيدا الموضوع رح يحكي لنا عنه مهندس الحاسبات علاء البكور، اللي بدنا نقول له يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك يا رب، وأوقاتكم يا رب أجمعين. اهلا وسهلا علاء. مثل ما حكيت انا، تطور هائل عم نشوفه بعلوم التكنولوجيا، التقنيات الحديثه المستخدمه، التطبيقات وغيرها، بس هذا عم يكلف او عم يخلف كمان وراءه العديد من المشاكل. نحكي عن فكره هيدا المشروع اللي انت قدمته والغرض منه، ليه انا فكرت بهيدا المشروع؟ تفضل علاء. للحقيقه هذا التطور السريع بانظمه التكنولوجيا وخاصه الانترنت. يعني الانترنت دخلت في حياتنا بطريقة سريعة ومفاجئة، لدرجة انه نحن كمستثمرين، كرجال اعمال، كمهندسين، صرنا نطمح لحتى انه نتحكم او انه نراقب او انه نستفاد من هذا الانترنت، انه انا اكون قاعد مثلا في بيتي اقدر اتحكم بالمنظومه كلياتها اللي خاصه مثلا بالمنزل، او اني راقب المعمل اللي انا بمتلكه، او اني حتى اني اعطي اوامر يمكن عن بعد. تماما تماما، اعطي اوامر تشغيل، اوامر ايقاف بالضبط. فهذا الشيء خلى عندي مساحه كثير كبيره وعرضه للاختراق، تمام، خاصه في المنشات الحساسه. يعني خلينا نقول منشآت حساسة، يعني خلينا نفترض مثل مفاعلات النووية، مثل أنظمة توليد الطاقة. في نوع من، هي أنظمة حساسة جدا، يعني أي اختراق أو أي اختراق سيبراني يعني ممكن يكلف نتائج كارثية، كارثية على المنشأة. فبالتالي أنا لازم أكون حريص وشديد أنا أثناء عملية التحكم والمراقبة لأي اختراق ممكن يحصل عندي. يمكن هو السيكوريتي هو اهم شيء باي نظام، دائما الامن اللي هو بيعطيني اياه وحفظ البيانات وحفظ المعلومات هو يمكن هو ثاني اولويه بعد اولويه انشاء النظام. خليني اقول صحيح هذا الحكي. وخاصه اذا نحكي نحن عن انظمه التحكم، الامن السيبراني كثير مهم، لانه هذا النوع من عم يحاول يخترق عن طريق السحابه التجهيزات الفيزيائيه من خلال حقل أوامر خبيثة، أوامر ممكن تؤدي إلى كارثة. يعني أمر معين بيؤدي لتعطيل جهاز معين، تعطيل جهاز أو بيؤدي لنتيجة أو وظيفة غير مرغوب فيها، خليني أقول بيعطي أمر خاطئ، خليني أقول له هذا. تماماً، هي هجمات. إحنا عنا عدة هجمات سيبرانية، منها هجمات حقن الأوامر، منها هجمات
رفض الخدمة. يعني على سبيل المثال اني انا اغرق الجهاز بكم كبير من الطلبات، وبالتالي بصير الجهاز غير قادر على المعالجة بسبب اغراقه، وبالتالي غير قادر على تأدية الوظيفة اللي هو بيأديها. صحيح. تماما صحيح. مشروعك على شو هو المشروع؟ هو عبارة عن استخدام تقنية بلوك تشين في أنظمة التحكم الخاصة بالمنازل. طبعا احنا عم نشوف مثل ما ذكرت كمان بالمقدمة انتشار كتير كبير للاي او تي، وخاصة البيوت الذكية. سينا عم نشوف اشخاص يمكن ما بسوريا، على مستوى العالم عم بيعتمدوا على البيوت الذكية اعطاء اوامر تشغيل واطفاء من خارج المنزل. تمام. البلوك تشين هو خوارزمية لحماية البيانات. تمام. بدنا نحكي عن هيدي الخوارزمية اكثر، وبدنا نحكي عن مشروعك اكثر يا علاء. ان شاء الله. تفضل. الخوارزمية هي جديدة وناشئة، خاصة انه البلوك تشين نشأت مع العملات الرقمية، يعني هي حديثة العهد. وتطبيقها في أنظمة الأتمتة والآي أو تي يعني حديث جدا. تمام. ونادرا حتى نشوف تطبيقات تستخدم البلوك تشين. يعني معظم التطبيقات حاليا المستخدمة ونحن بنشوفها بنشوفها محصورة بالعملات الرقمية، في أنظمة البنوك ومراقبة المعاملات البنكية إلى آخره المالية. طبعا. فإنه فكرة استخدام هيدي التقنية ونشوف مدى إمكانيتها إنه تدعم لي نظامي أمنيا، هذا نوع جديد. حبينا نحن من خلال فكرة مشروعنا إنه نسلط الضوء إنه نحن قادرين على تطبيق هيدي التكنولوجيا ضمن أنظمة الأتمتة. حلو. والعمل عليها مستقبلا في أنظمة التحكم الصناعية. تمام. مع الانتشار اللي كبير. طيب. بدنا نشرح اكثر عن هيدي الخوارزميه. هي خوارزميه حمايه بيانات. تمام. كيف اليه عملها؟ انا على يمكن انتم جربتوها حسب ما خبرتني على بيت ذكي. تمام. اشرح لنا عن هيدا البيت الذكي، شو الاوامر اللي بيتلقاها. تمام. وكيف انا طبقت خوارزميه البلوك تشين عليها، بعدين بنعمل مقارنه مع بقيه الخوارزميات اللي يمكن انا استخدمها. تفضل علي. اوكي، ببدايه خلينا نحكي اول شيء عن البلوك تشين. تفضل. كسلاسل كتل، طبعا هي مجموعة من البيانات أو مجموعة من العقد المترابطة. عقد، أنا بحب أقصد هون عندي حساسات، القصص اللي أنا مركبتها بالبيت الذكي. بالضبط. في عندي مجموعة من الحساسات، مجموعة من المشغلات. تمام. مجموعة من المتحكمات. طيب. بتشكل عقد. هيدي العقد قادرة على توليد بيانات. تماما. كقراءة حساس. صحيح. أو إعطاء أمر لتشغيل محرك. يتم تشفير هذه البيانات تشكيلها على شكل عقد بلوك كتلة، ويتم إرسالها عبر الشبكة. تمام. يتم إرسالها. كل حساس خليني أقول موجود ضمن الشبكة رح يشكل لي بلوك من البيانات. تماما. رح يرسلها للمتحكم الأساسي اللي هو بده يعطيني أمر بأمر معين نتيجة. تماما. وفق سلسلة من الكتل. حيث أنه كل عقدة قادرة على تخزين نسخة من البلوك تشين. لأنه بلوك تشين هي قاعدة بيانات موزعة بين كل العقد. بين يعني كل العقد رح تحتوي نسخة، تحتفظ بنسخة من السلسلة. وحصل خلينا نقول الكتل السليمة. تمام. الكتل السليمة. وطبعا تستخدم هاي الخوارزمية آليات توافق وآليات إثبات عمل لحتى تثبت انه هيدي الكتلة اللي انا عم نقب عنها او عم حاول استكشفها هل هي سليمة لحتى اني اضيفها لا سلسلة الكتل الموجودة عندي ولا لا. اذا كانت سليمة فانا راح اضيفها. اوكي. واذا كانت غير سليمة، اذا كانت يعني انا شاكك فيها انه هي من مهاجم، فاكيد انا راح ارفضها، لانه سلسلة الكتل عم تعتمد على قواعد للبناء. اوكي. يعني هون في حال المهاجم اجماع وتوقيع رقمي. يعني هون المهاجم في حال هو قام بتوليد كتله مزيفه، خلينا نقول هيدي الكتله، كيف رح يتم كشفها عن طريق هيدي الخوارزميه؟ شو الاليه التشفير اللي عم تعتمدها هيدي البلوك تشين، هيدي الخوارزميه، لحتى تخلي المتحكم يفهم انه هيدي الكتله كتله مزيفه وهيدي الكتله هي عباره عن هجمه، خليني اقول على بالضبط. بين الكتل في ما يسمى إثبات العمل، هي خوارزمية بتستخدمها بلوك تشين لإثبات العمل. هيدي إثبات العمل على
المستقبل حل مشكلة رياضية. أيوة. حل مشكلة رياضية معقدة. إثبات صحته. تمام، إثبات صحته. لما بيقدر يفك أو يحل هيدي المشكلة، ومعناتها هو قادر على أنه يستقبل هيدي الكتلة، وبالتالي هيدي الكتلة هي صحيحة. أما يعني عند الفشل هم يقول مثل أنه كلمة سر بين بين الكتلة المولدة، خليني أقول، والمستقبل. مستقبل بالضبط. فأي كتلة مزيفة أكيد ما حتقدر تشكل مثلا نفس المشكلة الرياضية أو نفس الهاش، خلينا نقول التوقيع الرقمي اللي عم تستخدمه. حلو. فبالتالي هو بيقدر أنه يستكشف هيدي الكتلة إذا كان صحيحة أم كانت مزيفة. تمام، كتير حلو. هل إحنا أو مهندسي الحاسبات، مهندسي المعلوماتية الاختصاصيين خلينا نقول، بيعرفوا أنه خوارزميات التشفير ممكن تعتمد على مفتاح تشفير عام، مش مفتاح تشفير خاص، ومع هيك لسه بيكون فيهم ضعف هيدون الخوارزميات. البلوكتشين على شو بتعتمد؟ على اعتمدت بشكل أساسي أنه أنا الرسالة أو المعلومة اللي أنا بدي أرسلها إني جزئها لعدة بلوكات. لعدة بلوكات، تمام. فهيدي البلوكات لما راح تصير موجودة على السحابة، هيدي البلوكات عم يتم استقبالها من جميع العقد. تمام. ولكن عقدة وحيدة اللي بتحل المشكلة الرياضية أو إثبات العمل هي الوحيدة اللي راح تضيف هيدي الكتلة للسلسلة الموجودة عندها، وبالتالي توارد الكتل بشكل تدريجي. وللعلم إنه كل كتلة راح تكون مرتبطة بكتلة سابقة لها. يعني أنا هيدي الكتلة لما أنا استقبلتها رح تجيني كتلة أخرى. كتلة أخرى. هيدي الكتلة الأخرى رح ضيفها للسلسلة، مو بس إني كأثبتت إني صحة عملها، بالإضافة رح ترتبط بكتلة سابقة، وبالتالي تشكلت عندي الرسالة بشكل كامل. كتير حلو. يعني قصدك أنت كهيك مفهوم بسيط عن الموضوع، متحكم الرطوبة مثلا بعد أول رسالة للمتحكم الأساسي، فهو مفروض بده يقسمها للرسالة لعدة بلوكات. لعدة في بلوكات. حال كان متحكم تاني كمان عم يرسل رسالة تانية، هو رح تكون كل متحكم رايح على جزء مختص، لأنه في معلومة سابقة أو في حالة سابقة لإله. هيك بالضبط. صح المعلومة؟ أي في وجود حالة سابقة لها. تمام. هيك تتشكل عندي الرسالة كاملة. تمام. درجة الأمان بهيدي الخوارزمية أعلى من الخوارزميات المستخدمة الأخرى اللي كان ممكن نستخدمها نحن مثلا؟ هي دمجت حتى خوارزميات التشفير اللي قبل. حلو. هي زادت خلينا نقول درجة الأمان. درجة الأمان. هي حسنت، أضافت. حلو حلو. أضافت. ليش؟ لأنه نحن هون نحن مو بس نحن صرنا عم نشفر كل كتلة، حتى كل كتلة عم نشفرها بمفتاح، مو انه رسالة كاملة عم يتم تشفيرها بمفتاح عام وخاص. صح. لا، انه صفى انه كل كتلة عندي عم يتم تشفيرها. تماما، كتير حلو. بدنا نحكي عن الصعوبات اللي عم تواجهنا بهيدي الخوارزمية. شو الصعوبات اللي واجهتنا بالمشروع يا علاء؟ تطبيق البلوك تشين بيحتاج لدراسة كتير عميقة، خاصة بالتطبيق اللي انت بدك تستخدميه. تمام. سواء كان لشركة تجارية او لبنك او لحتى انه خلينا نقول لأنظمة التحكم، لا بدها دراسة وعناية شديدة. لأنه بلوك تشين بتحتاج متطلبات كتير عالية، خاصة من ناحية الهاردوير. يعني أنا بالنسبة لي أهم أكثر صعوبة واجهتها بموضوع البلوك تشين وتطبيقها بأنظمة التحكم خاصة بالمنزل، هو محدودية ذاكرة المتحكمات. المتحكمات اللي عم اعتمد عليها. تمام. تمام. وبالتالي أنا غير قادر على توليد عدد كبير من الكتل. تماماً. أنا فيني أفهم شغلة، إنه أنا كل ما قسمت الرسائل لكتل أكثر، كل ما كانت الأمان أكبر بالنسبة لهيدي الخوارزمية. تماماً. ولكن أنا بدي الهاردوير إنه قادر على توليد هيدي. تماماً. توليد هيدي الكتل. بالضبط. تمام. يقدر يعالجها. لأنه الحجم، حجم الكتلة بيلعب دور، وحتى فبالتالي هذا بيأثر على حجم السلسلة. كل ما كبرت السلسلة. حلو. وبالتالي هي واحدة من الصعوبات اللي نحن واجهتنا. تمام. وخاصة انه الموضوع هو جديد. تمام. يعني نحن فتحنا باب جديد لفكرة استخدام لبحث كامل لاستخدام البلوك تشين في أنظمة التحكم. كثير حلو. يعني اكيد هيدا البحث او هيدا المشروع كان مشروع ماجستير لعلاء. ماجستير، جزء من متطلبات. تمام. يعطيك الف عافيه. اذا بدنا نحكي عن التطويرات المستقبليه لهيدا المشروع، شو ممكن نحن نضيف عليه لحتى نقول بالفعل هيدا الخوارزميه اللي طورناها هي خوارزميه نوعا ما من ناحيه الامان هي جيده لحد المقبوله؟ خليني اقول يمكن ان نحن بالاضافه ل
الخوارزمية أهم شيء إني حسن من المتحكمات الموجودة عندي من خلال إضافة توسعة للزواكر، توسيع الزواكر الخاصة بكل معالج، استخدام أجهزة حاسب من أجل هي يعني تستخدم من أجل توليد الكتل وإنشاء السلاسل وإرسالها عبر الشبكة، يعني هي كأجهزة مساعدة كمساعدة. وبنفس الوقت إنه يعني من أهم يعني الأهداف المستقبلية هو تحسين الزمن المعالجة لهيدي الكتل. حلو حلو حلو، كله بيلعب يعني اليوم دور لأنه بياخد وقت، ونحن عم نحكي عن مثلا أنظمة التحكم صحيح، وبالتالي نحن الأوامر ما لازم تاخد وقت طويل بالمعالجة، يعني لازم نعالج من الموضوع في الزمن الحقيقي تماما، لأنه فعلا تأخير ثاني ممكن يسبب كارثة عنا. فضروري جدا أنه نشتغل على موضوع تحسين تماما تحسين الزمن. تمام، اكيد انه كثير مهم، اي ثانيه رح تعمل كارثه مثل ما ذكرت، فكثير مهم نحن نشتغل على الريل تايم او الزمن الحقيقي، العمل بالزمن الحقيقي. طبعا على هي التطويرات المستقبليه اللي عم نحكي عنها، نحن بالاضافه لمشروعك اللي انا بالفعل كثير مهم لانه كثير عم نعاني من الهجمات السبرانيه، ممكن تكون احد الحلول. طبعا انت كمان عضو باللجنه العلميه اللي اقامتها جامعه تشرين بالتعاون مع الجمعيه العلميه السوريه للمعلوماتيه. مؤخرا كان في احتفاليه الجود فيست او انه احتفال البرمجه، نحكي عن هيدا الاحتفاليه يا علاء. انطلقت فكرة الفعالية من حرصنا الشديد على أهمية تعلم لغات البرمجة، على أهمية إدخال هالتكنولوجيا لفكر البني آدم، وخاصة من العمر الصغير الأطفال حلو للعمر الكبير والمهندسين والطلاب الجامعيين. انطلقت الفكرة بالتعاون مع رئيسة اللجنة الدكتورة ألفات والمهندس مجد دقاق، إنه نعمل شيء نقدر نخلي طالبنا الجامعي، مهندسينا، طلابنا بالمدارس وين ما كانوا، انه يتعرفوا بالبداية على لغات البرمجة وأهمية لغات البرمجة، وين قادرين يستخدموا لغات البرمجة بأي مشروع هو بيخطر في بالهم، لأنه كثير عنا من الأشخاص ما بيعرفوا شلون بدهم يبدأوا البرمجة، ما بيعرفوا شو اللغة المناسبة لمشروعهم. اقترحنا من خلال الفعالية انه نحن نعطي ضوء، يعني نسلط ضوء على هيدي النقطة المهمة، نقدر نساعد فيها اي حدا مبتدئ حابب انه يبلش بمشروع، نقدر نساعده باقتراح اللغة المناسبة حلو لمشروعه، نقدر نأمن له الدعم التعليمي والتقني لحتى يقدر يبلش مشروعه. انطلقت هيدي الفعالية من فترة قريبة، تم اعطاء محاضرة بتعريف بلغات البرمجة وخاصة لغة سي بلس بلس، اللغة الأشهر، اللغة الأشهر والمنتشرة أكثر انتشار أكاديميا حتى. صحيح. أكاديميا صحيح، بدأنا بهيدي اللغة لأنه الكل بيعرفها صح، وبدأنا فيها كلغة خلينا نقول إنه مجتمعنا بلش يقلل من قيمة هيدي اللغة، يقلل من قيمته، لأنه فات البايثون على الخط تماما 90%، لأنه الذكاء الاصطناعي اتجه للبايثون. أنا بتذكر أنه سي بلس بلس من أقل من 10 سنين كانت كتير منتشرة وكان اعتماد عليها بكتير قصص، بالأخير هلأ نتيجة البايثون أنه الذكاء الاصطناعي عم يعتمد على البايثون مثل ما كانت مندثرة البايثون قبل 10 سنين. تماما وبالضبط، ونحن نوهنا على موضوع أنه سي بلس بلس كيف تم استخدامه لتطوير مكتبات خاصة حتى في الذكاء الصناعي ومستخدم الآن في بايثون تماما وفي تماماً. لغات برمجة أخرى. وعطيناهم فكرة عن أنه لغة سي بلس بلس كيف ساعدت بتطوير نظم التشغيل، تطبيقات سطح المكتب والأوفيس، برامج الأوفيس، أنه هي محركات الأوفيس ومحركات الألعاب الإنجين جميعها بلغة سي بلس بلس. صحيح، ف حبينا نبلش لهم بلغه سي بلس بلس لانه هي اللغه الاكثر تمام، اللغه الام للباقي، تمام، وهي اللغات الام تماما بالضبط. تمام، فان شاء الله. شو كانت اعمار المشاركين بهذه الاحتفاليه على
مراهقين مراهقين وجامعيين، طلاب مدرسه نحن عم نحكي. في منهم طلاب مدارس، في منهم طلاب مدارس وجامعيين. تمام، كثير مهم زراعه الفكر البرمجي باي لغه برمجية عند هذول الاطفال. هذا بيساعد على حل المشكلات بشكل حقيقي. اهم شيء لغه زراعه الفكر البرمجي. تماما، بعدين بنلاقي لغه بنحل فيها المشكله. بالضبط. وتلاقي اهتمام الطالب او المتعلم، تقدري توجهيه بطريقه سليمه وصحيحه. خوارزميات اهم شيء يمكن. بالضبط. وانه تنمي له محبته للغات البرمجه وقابليه التعلم. معظمنا يعني بيلاقي عنده مشكله انه شلون بدي اتعلم، صح، ومن وين بدي ابدا. صحيح. فنحن لنساعد، نحن موجودين لحتى نساعد اي حدا حابب يتعلم، فنحن موجودين. أكيد. يعطيكم ألف عافية. مثل ما ذكرت، هي التشاركية بين جامعة تشرين وأكيد الجمعية العلمية المعلوماتية، والشكر كبير للجمعية وأكيد لجامعة تشرين. دائما هي بتحتضن هيدي الفعاليات اللي بتساعد على انتشار البرمجة بشكل أكبر. على حكينا هلأ عن أمن المعلومات، كنا عم نحكي لا يمكن طلاب هندسة الحاسبات اللي عم يتفرجوا علينا أخذين مادة أمن معلومات، بس يمكن صعوبة تنفيذها على أرض الواقع. كلنا ما ضروري أمن معلومات، أي مادة نحن أخذينا بالحاسبات أو عم ناخذها بالحاسبات، صعوبة تطبيقها على أرض الواقع. هون مسؤولية بتوقع على مين؟ الجامعة. عم ناخذ نحن فكرة عامة من كل هيدي المجالات والعلوم، ولكن في غلط من الطلاب. نحن مننا كمهندسين المفروض نشتغل أكثر، لازم يكون الجانب العلمي بالجامعة أكبر من خلال خبرتك وتجربتك، سواء باللجنة العلمية سواء بسنوات دراستك. على شو بتخبرنا؟ هلا اول شيء بخصوص خلينا نحكي عن امن المعلومات والسكيورتي، الحقيقه هذا علم جدا مهم وواسع جدا. صحيح. يعني والخوض فيه غمار وما في لا قبله ولا بعده. صعب. صحيح. حتى نحن كباحثين او كمهندسين عم نشتغل في هذا المجال، عم نتعلم بشكل دائم. دائما في شيء جديد، دائما في هجمات جديده. صحيح. دائما في شيء عم يخلينا نوقف عند حد معين. لا، لازم نطور. ننطور لسه. لازم نغير. صحيح. الأسلوب. فاليوم المنهج الجامعي الأكاديمي يعني كمنهج عم يعلمني رياضياً. تمام. عم يعلمني رياضياً. تمام. أكثر من أنه التطبيق العملي. فالتعب الأكبر هو على الطالب. على المتعلم. تمام. هو لازم يتعلم. لازم، والأهم من كل شيء، أنه يطور أدوات بحثه بالتعلم. يعني كثيرين من الطلاب ما بيعرفوا يستثمروا اليوتيوب او مثلا يعني السوشيال ميديا لحتى يلاقوا المعلومه الصح. صحيح. اللي بتناسبهم. او حتى انه بيبلشوا بكورس نفترض للسكيورتي. تماما. ما بيعرفوا يختاروا الكورس المناسب. صحيح. وتماما لحتى انه يبداوا فيه. يرجع يعني خلينا نقول يوقع العاتق كلياته على الطالب. انا اللي بدي اتعلم، سو انا لازم ابحث. نبي دوير. تماماً. تماما. ولازم اسال. فلهيك نحن باللجنة العلمية نحن موجودين نرد على اي تساؤل، ومن خلال حتى الدورات اللي نحن ممكن انه رح نقيمها ان شاء الله، نحن موجودين لنساعد الكل. يعطيك الف عافيه يا علاء، وشكرا لحضرتك على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى التوفيق لهيدا المشروع او بالمشاريع الاخرى. يعني خلينا نقول خطوه اولى بمجال امن المعلومات. شكرا يا علاء، يعطيك الف عافيه. يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير لكم. يعطيك الف عافيه. طبعا اكيد الشكر الاكبر لكل حدا تابعنا على قناه اوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. برجع بشوفكم بالحلقه المقبله. باي باي.